دلوقتي اولاد ايه الواد الزيات، العفو يا سيدي، الواد الزيات طبعا حطيت لكم حكمه كده في الاول، ميك ات هابن شوك ايفري ون، يعني انا عايز قولات تشدهونا، يعني تشدهونا وتخلونا شوكد بقى، فاهميني؟ بالمستوى الرهيب كويس، ها مش العكس، بالمستوى الرهيب كويس. لما نيجي نتكلم على الهيموريدج هنقعد نتكلم بقى كلام فاضي كده يا ولاد، يعني في مثلا نقعد نقول لك ايه كوزيس اوف الهيموريدج، يعني زي ما تقولوا كده ايه احنا بنغوص، يعني كوزيس اوف الهيموريدج، كلاسيفيكيشن اوف الهيموريدج، لكن الحقيقه بقى التارجت الباثوفيسيولوجي، يعني في الموضوع ده يا اولاد التارجت بتاعنا الباثوفيسيولوجي بتاع الشوك، هو ده اصعب حاجه. يعني كلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر بتاعت واحد بينزف، يعني هايبو فوليميك شوك، يعني الشوك ما هي السيمتوم، الشوك ما هي السيمتوم، الشوك السيمتوم اللي فيها الكوز الحادثه او لكن هي ساينز اللي هي الفايتال البالس والبريشر والتمبريشر والاسبيريشن والعين سائع والعين الريتم والعين، يعني كلينيكال بيكتشر سهله. والتريتمنت اوف هيموريدج هو التريتمنت اوف شوك، يعني تريتمنت اوف هيموريدج هو التريتمنت اوف شوك. ففي الحقيقه بمجرد ما ناخد الكلينيكال بيكتشر والتريتمنت في الهيموريدج هيخلص التريتمنت والكلينيكال بيكتشر والتريتمنت بتاعت الشوك برضه. يعني الحقيقه اصعب حته بتبقى عليكم في الحته دي يا ولاد البيزكس الباثوفيسيولوجي، البيزكس عندكم يا ولاد مهزوز قوي، عشان كده هو الباثوفيسيولوجي ده هو اصعب حته. تعالوا كده ايه نشوف اول مبصايه اللي هي الكوز. يقول لك بقى خلي بالكم ان ممكن يكون واحد اتخبط وجاله رابشر سبلين او رابشر ليفر او فراكشر بلفيس او فراكشر فيمر، والحاجات دي تعمل شوك. ممكن فراكشر ريبس، ولما الفراكشر ريبس يحصل يعمل هيموسوركس والهيموسوركس تعمل شوك. او واحد بيعمل ميجور سيرجري بعدين العيان نزف، يعني جراحة أول حاجة العيان نزف منه في العمليات، أو رابشر فيريسز، رابشر أسوفيجيال فيريسز، عيان الرابشر أسوفيجيال فيريسز ده لو ما تدخلناش وي بليد تيل ديث، أو رابشر أنيوريزم، أو عيان عنده رابشر ديدينال ألسر بوستيريور وول ألسر وعور الجاسترو ديدينال أرتري. وراح رايح على النساء بقى يقول لك أنتي بارتر ميموريج، بوست بارتم هيموريدج، انترا بارتم هيموريدج، يعني بارتم هيموريدج بارتم هيموريدج. وبعدين رابشر توبيك بريجننسي. انا هسالكم ايه اخبار المغبصه دي؟ يعني ايه كوزيس هيموريدج؟ كوزيس هيموريدج اي حد في الدنيا ممكن يقول كوزيس هيموريدج. يعني وبعدين يقول لك بقى بص احنا هنقسم الهيموريدج. هنقسم الهيموريدج بقى تبع الايتيولوجي السايت والتايب بتاع الفيسل اللي اتعور والانست والايتيولوجي. بصوا هتفهموني اول ما ابدا اتكلم، يعني مثلا في السايت احنا ممكن نقسمه الى اكسترنال هيموريدج وانترنال هيموريدج. اكسترنال يعني مثلا واحد رجله متعوره وبينزل في الشارع، هو ده اكسترنال هيموريدج، فاهمني؟ ابستاكسيز هيماتيمسيز يعني ده ما انا شايفه. يعني internal يعني جوه الانسان، يعني مثلا واحد عنده هيموسوركس او هيمو بريتونيوم، او واحد مكسور العظمه اتكسرت الفيمر مثلا وفي دم جوه بين العضلات والفاشيا. مين يعني احنا دايما نقول لك الدم فيه اكسترنال هيموريدج وانترنال هيموريدج، مين اخطر عليكم وانت صغير كده واقف في الاستقبال؟ مين اللي فيه مشكله؟ الانترنال لانك مش شايفه فممكن يبقى مسد منك، الانترنال ما انتش شايفه فممكن يبقى مسد منك، يعني
عشان كده احنا عايزين نقول لك دايما ان في اكسترنال هيمورج في انترنال هيمورج، بس اللي بيقلقنا دايما ان انت واقف في الاستقبال، ان الانترنال هيمورج ممكن يبقى مست منك يعني. ممكن نقسمه تبع الفيسل، الفيسل اللي اتعور شكله ايه، وان دم الشريان احمر بلسيتي، لكن دم الوريد دارك وكونتينيوس، ودم الكابيلاري اوزنج اوزنج، يعني نقط دم نقط دم تمسحها ينقط يندع دم تاني، تمسحها يندع دم تاني. فالارتريال بلاد برايت ريد وبلساتايل، لكن الفينوس بلاد دايركت دار وكونتينيوس. الكابيلاري بليدنج بيبقى اوزنج، الكابيلاري بليدنج بيبقى اوزنج. ايه رايكم في السلايد ده؟ جميل. وبعدين بقى ايه، الواد الزياد بقى جاب لكم رسمه، هي مش فيديو مش فاهم، هو ان دي ستارتر كده تبقى دي ارتيريا، انما ده كونتينوس بليدنج كده وداركر شويه يبقى فينوس، انما الاوزنج بيبقى نقط كده نقط كده نمسحها يقوس تاني. طيب بيقول لك بقى ابوس ايدك ترفع محفظ فلان نخلص. في حته بقى يا اولاد هي حفظ حميري كده، الانجليز قسموها كده يا اولاد واحنا هنحفظها كده، هي حفظ حميري. مفيش طالب ما يعرفهاش، ده يبقى مش طالب طب، يبقى طالب القرب مثلا، لكن مش طالب طب اكيد. يعني في العمليات كل شويه اولاد يقعدوا يعلموكوا، يبقى طالب قرب لكن مش طالب طب يعني. يقول لك لو في نزيف جوه العمليات بنسميه برايمري هيموريدج، ولما يحصل نزيف جوه العمليات كده برايمري هيموريدج بنكبسه، وبعدين لغايه ما يحصل باسو كونستريكشن، وبعدين نربط الارتري لو ار امبورتنت ونصلح الارتري لو امبورتنت. لكن ممكن يحصل للنزيف رياكشن هيموريدج في العنبر. ليه بقى؟ عشان خاطر العيان وهو في العمليات كان ضغط واطي فما نزفش، وبعدين لما فاق وكده بدا ضغطه يعلى، فلو في غرزه لوس كده هتبقى سليم، فيقوم ينزف وهو في العنبر. ومين يكتشفه؟ دكتور الامتياز. يكتشفه ازاي؟ هو انتوا بتفيتلوا العيانين، تاخدوا لهم بالص وبلاد بريشر وتمبريتشر، فتلاقي العيان عنده تاكي كارديا والبلاد بريشر واطي والتمبريتشر سب نورمال والدرنقه بتجيب دم، فبتصوت وبتروح تنادي للدكتور. طبعا المفروض تعمل ريسسيتيشن للعيان وتحضر له دم وبعدين تنادي الدكتور، انت بتصوت على طول يعني ما بتستناش، لا بتعمل له ريسسيتيشن ولا بتحضر له دم، انت بتقوم تصوت على طول. فهو ده اولاد الرياكشن الهيموريدج. امال يعني ايه سكندري هيموريدج؟ ده بيبقى في حدود اسبوع كده بعد العمليه حصل انفكشن. فلما حصل انفكشن، الانفكشن خلى الانسجه فرايبل مهلبيه، فالانفكشن ده خلى الانسجه مهلبيه، فالبلاد فيسل مزعت، البلاد فيسل اتمزعت، حصل ايروجن للفيسل وبقى فيه بليدنج. لو في لارج فيسل افكتد بيبقى فيه تال بليدنج. فده يقولوا عليه سكندري هيموريدج، يعني اقرب يعني اول عيان سكندري هيموريدج اشوفه ده كان واحد مهندس زراعي بيشتغل في اليمن، وبعدين في واحد من الاساتذه جابوا مستشفى تخصصي، بعدين هم خدوني وانا نائب جينير لسه مستلم، ودوني التخصصي ما كنتش عارف حاجه خالص، بس ودوني التخصصي يعني. فهو جاله جنجرين كده ولاد في منطقه الباتوك غريبه في انون ايتيولوجي، حاجه زي فورنيات جنجرين وسستروتم كده، جات في منطقه الباتوك، فهو نظفها وقصقصها وبتاع ومش عارف ايه،
وشال الباص وعمل ديبرايدمنت وعملنا كالتشر سنسيتيفيتي وعرفنا الانتبيوتيك وادينا له انتبيوتيك كل الكالتشر سنسيتيفيتي، ولكن العيان مش راضي يخف. الدنيا كل شويه بتتدهور، كل شويه بتتدهور. وبعدين انا كل يوم الاقي انسجه ميته في الجرح فقصقصها، كل يوم الاقي انسجه ميته في الجرح فقصقصها. وبعدين وانا بقصقصها في مره لقيت بلاد جامد قوي اتعور على ما اعتقد السوبيريور جينيتال ليسيت، على ما افتكر يعني الدم في الحته دي اعتقد كان السوبيريور جينيتال ليسيت. فانا ايه رحت ماسك الارتري بارتري فورسبس كده ورحت رابطه، مسكت السوبيريور جينيتال ليسيت ده بارتري فورسبس ورحت رابطه وعملت له كومبريشن كده وبتاع وقفلته كده. احنا كان عندنا السيستم ان الحكيمه بتكتب، بتبقى واقفه معاها في اوضه الغيار وبتكتب في التذكره ايه اللي حصل يعني، كان ده السيستم بتاعنا ايام ما كانت التخصصي مستشفى محترم يعني. فالحكيمه كتبت ان وانا بغير العيان نزف مني، وان انا اخذت غرز بكروميك كات جات في العيان وقفت الدم وايه وغيرت له. فجاب لي الاستاذ بقى وقعد يقول لي وانت عملت ايه؟ طب انت ما قلتليش ليه؟ وانا مش فاهم اقول له ليه؟ ما انا وقفت الدم. فقلت له ما قلتش لحضرتك لان الدم وقف، طب كان الدم ما وقفش كنت كلمتك يعني. فقعد يقول لي لا وانت لازم كنت تقول لي لان احنا ممكن نضطر نربط الانترنال ايديك ارتر. ايوه احنا بنربط الانترنال ايديك ارتري لو الدم ما وقفش، يعني لو انا بربط السوبر جلوتال ارتري او السوبر جلوتال ارتري والدم ما وقفش فالانسجه فرايبل قوي في الحته دي فالدم ما وقفش. خلاص بنربط الارتري اللي في الستيشن اللي قبلها. يعني نربط المرحله اللي قبلها في حته اقدر اربط ما يمزعش. فممكن نضطر نربط الانترنال ايديك ارتري. ولكن انا هربط الانترنال ايديك ارتري ليه؟ ما الدم وقف. يعني الدم وقف خلاص. لكن لو الدم ما وقفش يا اولاد بنربط الستيشن اللي قبلها. فانا يعني الحقيقه ان السطر ده او العيان ده ولاد انا ده اول واحد كان اتعلم منه يعني ايه سكندري هيمرج، يعني ايه سكندري هيمرج، يعني ايه في انفكشن مخليه الانسجه زي المهلبيه ومن الصعب الكنترول في البليده. فاهمين يا ولاد؟ وتعلمت منه برضو رد الاستاذ عليا لما قال لي لو الدم ما وقفش او رجع فاحنا مضطرين نربط الانترنال ايليا، تفتح بطنه ونربط الانترنال ايليا. فانا كنت لازم ابلغه فعلا عشان خاطر لو العيان نزف تاني نبقى كلنا جاهزين نفسيا لان احنا ناخده وانزل افتحه واربط الانترنال ايليا عشان اربط الارتري في حته هيلسي. فده اكتر عيان يا اولاد الحقيقه علمني السكندري هيموريج. فاهمني؟ ده سكندري هيموريج ويز ديو تو انفكشن، ديو تو انفكشن. واضحه هذا ولا لا؟ في حاجه صعبه عليكم يا ولاد في حكايه انواع الهيموريج في العمليات البرايمري هيموريج والرياكشن هيموريج والسكندري هيموريج، في حاجه صعبه عليكم؟ الايتيولوجي ممكن اقسم البلينج طبعا الايتيولوجي يعني تروما، تروما مثلا حادثه سيرجيكال انترفينشن يعني بليدنج دياسيسز، واحد عنده هيموفيليا عنده بربره عنده باثولوجيكال هيموريج يعني عنده بليدنج دياسيسز جنرال بليدنج تيلس ممكن باثولوجيكال بقى. وده برضه رخم اولاد في انك توقفه ان العيان في ورم بينزف. خلي بالكوا الاورام لما بتعمل بلاد فيسل بتعملها بالانجيوجينز فهي ما فيهاش ماسلز فما فيهاش ريكويل. وكذلك لو في كرونيك بيبتيك ألسر وبتنزف الفايبروزيس الكتير حوالين البلاد فيسل بيمنع ريكويل اوف بلاد فيسل. فلما بيحصل بليدنج من حته فيها باثولوجي اصلا بيبقى يعني الريكويل بتاع البلاد فيسل وحش، سواء بقى اثيروسكليروزس او انفلاميشن كرونيك انفلاميشن وفايبروس حوالين الفيسل فمنع ريكويل، او بليدنج من ورم فالبلاد فيسل معمول بانجيوجينيسيس وما فيهوش ريكويل. ف
فدايما الباثولوجيكال بليدنج ارخم تو كنترول ات من التروماتيك بليدنج. يعني التروماتيك بليدنج احيانا بيبقى اسهل تو كنترول من الباثولوجيكال بليدنج. الجينات بليدنج تندنسي انت عارف الان عنده هيموفيليا هتدي له فاكتور 8، عنده ثرومبوسايتوبينيا هتدي له عتاد بليتلتس يعني. لكن خلي بالك من حكايه ان لما ورم ينزف او مثلا كرونيك بيبتيك ألسر تنزف، الامور احيانا بتبقى صعبه بسبب الفايبرس تيشو اللي موجود حوالين البلاد فيسل ومنعه من الريكويل، او بسبب ان الورم اصلا البلاد فيسل بتاعه ما فيهوش ماسلز فما بيعملش ريكويل. التقسيمه دي فيها مشكله ولا لا؟ التقسيمة دي فيها مشكلة؟ الباثو فيسيولوجي ريسبونس تو هيموريج هو بس كان الزيات حاطط الزهر وقعد يفكر ازاي يخليك ويحط لكم يعني حاجة تحفظوا بيها، فراح حاطط البتاع دي. فانا مش فاهم حاططها ليه يعني كميه الاسهم والحاجات اللي هنا اكيد ما تخليش حد يفهم حاجه. فكلمته بقول له زيات يعني انت حاطط لهم دي ليه؟ هو لسه طبعا لسه يعني لسه بيتراي يعني. فرد قال لي اصل ليه دي واضحه قوي، الاسهم الصفراء معناها ريفلكسز والاسهم الحمراء كومبنسيشن، والاسهم الصفراء دي انا مش فاهم ايه اسهم صفراء واسهم حمراء. اسهم حتى انا بعت لكم اولاد الكومنت بتاعه، بعت لكم الكومنت بتاعه على الايه الجروب، بس هو مصر انها جميله قوي وان هو ايه انبسط منها. فانا هبعتها لكم يا كمان الرسمه دي على الجروب، بس انا وجهه نظري ان هي كسلايد فهي ما ينفعش خالص الشرح عليها يعني، فاهمني؟ ولكن انا هبعتها لكم برضو على الجروب لان هو معجب بيها، هو معجب بيها وانا بحبه اصلا زياد ده انا بحبه، فطالما يعني هو معجب بيها فانا هبعتها لكم واحتمال حد فيكم يعجب بيها يعني. عايزين نشوف كده ايه حكايه الباثو فيسيولوجيكال ريسبونس. هحكي لكم حدوته كده يا اولاد زي بتاعت الوند هيلينج، وبعدين نمسك السلايدز ايه نشرحها. انتوا ايه رايكم لو واحد بينزف هيموت؟ هاو تو ديل، واحد بينزف كده وهيموت، هاو تو ديل وذ ذا بروبلم؟ هايلة فيري رابيد ريسبونس، ستوب اند ريبليس، تمام حلو قوي. هاو تو ستوب، هاو تو ستوب كومبريشن، تمام هي دي احسن حاجه كومبريشن. ده حتى لو في واحد مثلا عنده رابشر فيريسز وبينزف جوه وانا بره بحط انبوبه كده فيها بلالين ومنافخ البالونه عشان اوقف بيها البليدنج فيريسز، كان اسمها حتى شمس خم متاخد اسود بزياده، سانجستيكن اند بلاك مور، فاكرين على كريم البالون طمبونات السانجستيكن اند بلاك مور، شمس خام متاخد اسود بزياده. فهو ايه كانت الفكره كلها يا اولاد ان انا اوقف البليدنج، اوقف البليدنج بايه؟ كومبريشن. عارفين يا اولاد حتى ايه الامريكان حاطين في حملات الطائرات كومبريشن سيوتس كده، يقول لك لما يكون العسكري متعور جامد، عسكري متعور جامد دخله في كيس وبعدين انفخ الكيس، انفخ الكيس يبقى كومبريزد، العسكري كله كومبريزد لانه متعور جامد قوي فيبقى كله كومبريزد كده عشان البريدنج يقف. يعني انا مش عارف بصراحه ربنا، انا لو من العسكري يقول لهم سيبونا موت يعني ايه البتاع دي عامله ازاي لحظه الولاده؟ يعني لحظه ما الواحد بيتولد يعني انا مش فاكرها طبعا، بس اكيد دي لحظه عصيبه جدا يعني الواحد بيتولد واليوترس الميه فرقعت ومفيش ميه واليوترس عمال يعصر فيه عشان ينزل، حاجه برضو بصراحه يعني مرحله صعبه قوي على البني ادم.
من العضلات. فدي مثلا كومبريشن جارمنت، الجارمنت يعني كومبريشن جارمنت دي اللي هي اللبس الكومبريسيف، اللبس الكومبريسيف سانج ستيكن اند بلاك مور، لوكال كومبريشن بحاجه، المهم ستوب البليدنج، يعني ستوب البليدنج. مفيش مانع تستوب البليدنج ان احنا نربط الفيسل او نحط عليه كليبس، ما كل دي طرق تستوب. السؤال الجاي، طيب ستوب اند ريبليس، حلو جميل، مين اللي بيربليس؟ الجسم وانا، انا كدكتور. طب مين بيحاول الاول؟ اكيد الجسم يعني. طب لو جسم انهار هتدخل انا كدكتور؟ يعني ريبليس، مين دي ريبليس؟ الجسم، جسم البني ادم، جسمه. طب لو الجسم ما قدرش وانهار هتدخل انا؟ مين بيدخل الاول؟ الجسم. بعمرت ايه؟ ان طول ما انت ما انهارتش انا مش هتدخل. طب يعني، طب ما انت بتتعور وبتطر الدم وبتغير على الواوا وكده وانا ما بعملكش حاجه. هو الجسم بيكون بسيط عن شويه الدم اللي نزلت وخلاص يعني. لكن انا بتدخل لما تبقى شوك، انا بتدخل لما تبقى شوك، لان الجسم خلاص فيلت بيكون بسيط. احنا دلوقتي هنعلمك ايه؟ هعلمك ازاي الجسم بيكون بسيط. أعلمك إزاي الجسم بيكمبنسيت. إزاي الجسم بيكمبنسيت يا أولاد؟ المخ الحقيقة إن هو ذكي جدا، وإن هو بيبص المخ بيبص للجسم كده مقسمه إلى يعني حاجات مهمة وحاجات مش مهمة. يعني مثلا المخ يبص على القلب كده، وبعدين ايه يبص على المنبار مثلا، وبعدين هو يبص على المنبار ده على انه من الحرافيش، لما يبص على القلب كده يبص عليه على انه مزه. مهم قوي. يقوم المخ يدي القلب، يروح على القلب كده ويقول له بحبك وبموت فيك وهديك الشبكه بتاعتك بيتا ريسبتور. وحدي بقيه الحرافيش الفا ريسبتور. فالقلب يقول له طب يعني ايه قيمه الشبكه دي؟ يقول له لو الواحد اتعرض لستريس او نزف انا بطلع هرمونات اللي هو الكاتيكولامين، يعمل فازو كونستريكشن للالف فيمنع الدم عن الحرافيش، ويعمل لك انت فازو دايلاتيشن يا قطه يا جميله، انت يعمل لك فازو دايلاتيشن كده يوم الدم يجي لك انت، لان انت المهمه. تمام يا رب؟ فالقلب قبل الشبكه وكده وحس باهميته عند المخ ان مديله بيتا ومدي بقيه الحرافيش قلبه. بس الحقيقه ده حب مصلحه، لان القلب لو وقف الدم مش هيوصل للمخ. فالمخ ده ولاد خبيث خبيث تحت. فاهمين على ده؟ عشان كده هو اصطفى القلب بالبيتا ريسبتور. عشان هو لو وقف، عشان القلب لو وقف هو هيموت. فاهمين على ده؟ وحط بقى في الجلد والانتستين وبتاع الفا ريسبتور، دول الحرافيش ما يفرقوش معاه، ممكن نقطع عنهم الدم في وقت الاستريس. ايه كمان يا اولاد من علامات ذكاء المخ؟ ان المخ كان بيتحكم في الخلايا باعصاب. وبعدين هو لقى ان هو مش قادر يبعت لكل خليه عصب كهرباء، كهرباء سريعه. فهو مش لاقي، مش عارف يبعت لكل خليه عصب، فراح عامل ايه؟ قال انا لازم افرز ماده تمشي في الدم. والدم ده هو اللي بيغذي الخلايا. فطالما هو اللي بيغذي الخلايا زي ما بيوزع عليها اكل يوزع عليها هرمونات. الهرمونات دي رسائل مني للخلايا. بس انا ما اعرفش افرز هرمونات. يعني مخ قاعد يفكر كده، ما اعرفش افرز هرمونات. الخلايا بتاعتي مصممه لانها تطلع كهرباء مش انها تطلع هرمونات.
فراح مدد دراعه كده تحت وقال للبق، قال للبق كده هات حته بق هات بوسه. فراح البق اداله بوسه، اداله حته، هو بقى فتح ايده كده غلط وراح واخد البوسه دي هنا. وبعدين الحته دي كبرت كده تحت المخ، فلما كبرت سموها باللاتيني فايسس، تحت المخ هايبو فايسس سريبرال البيتيوتري، دي البيتيوتري الماستر جلاند، الماستر جلاند. وهو صمم الامور ازاي يا ولاد؟ صمم الامور ان الحته اللي خدها البق دي بتعمل خلايا تفرز، تفرز، وهو يتحكم فيها بالنيورو ترانسميتر اللي جاي من على الستوك، من على الستوك ده. فالهايبوثالاماس تطلع ريليسنج فاكتور، الريليسنج فاكتور اللي طالع من الهايبوثالاماس تمشي في البلاد فيسل دي وتروح للخلايا دي تخليها تفرز الهرمونات. يوم الهرمونات تتحكم في الثايرويد وتتحكم في الادرينال وتتحكم، واصبح العفريت عنده المفاتيح كلها الماستر جلاند، وتحكم في الجسم بالكهرباء والهرمونات. برنس، برنس، ايه رايكم في المخ ده؟ برنس ولا جميل؟ جميل، الحقيقه ما تقعد تتفرج عليه هو بيعمل ايه؟ لا جميل، جميل. طب انتوا ايه رايكم؟ مين اسرع؟ الـ النرف الكهرباء ولا الهرمون؟ النرف اسرع، لكن مين ممكن يقعد لفتره اطول ويبقى مور بوتنت؟ الهرمون، وكان الاستجابه الفوريه للجسم عن طريق النرف، والاستجابة المتأخرة شوية من الجسم عن طريق الهرمونات. فاهمين يا رد؟ فالجسم عن طريق النيورو اندوكراين ريسبونس يستطيع التحكم في الجسم، المخ عن طريق النيورو اندوكراين ريسبونس يستطيع التحكم في الجسم، بس هو بيتحكم نيورو وبعدين اندوكراين، نيورو وبعدين اندوكراين. فاحنا الحقيقه لما جينا نبص كده لقينا ان الجسم بيرسبوند، يعني المخ سيبك بيرسبوند بالنيورو والاندوكراين، وعند الكابيلاري بيد بتحصل احداث كده هحكي لكم عليها. الحقيقه اللي بيحصل عند الكابيلاري بيد برضه بيتحكم فيه بالنيرف والاندوكراين، هو برضه بيتحكم ناحيه الكابيلاري بيد دي. لكن هي دي الملخص، عشان كده دايما نقول لك لما حد يبقى بينزف احنا هنستوب وريبليس. مين اللي بيريبليس؟ الجسم وانا. طيب انا بنشرح هنا ايه دلوقتي؟ الجسم هيستجيب ازاي؟ هيستجيب نيورونال فاكتور واندوكراين فاكتور والحته اللي عند الكابيلاري بيد. هياكل دي واضحه لكم ولا هياكل دي واتحلقوا؟ يعني ازاي بنتعامل مع بليدنج؟ ستوب اند ريبليس. ستوب دي يعني قصه قديمه يعني. خلاص هي ريبليس، ريبليس دي ايه؟ ريبليس دي الجسم بيحاول، ولو الجسم ما قدرش انا هحاول. انا هدرس ايه دلوقتي؟ الجسم بيحاول، بيحاول ازاي؟ نيورو اندوكراين. وشويه كابيلاري ايه؟ ريفيلنج هنفهم مع بعض شويه. طب نيورونال ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي القلب بيضخ الدم في الشرايين، فلما القلب يضخ الدم في الشريان، الشريان يتملي دم، فالشريان في حاجه كده ستريتش ريسبتور اسمها بارو ريسبتور، بارو ستريتش ريسبتور، فيضخ دم كتير، يقوم البارو ريسبتور تتشد، فالبارو ريسبتور تبعت للمخ تقول له الحق هتمزع، خلي القلب يهدى. يقوم المخ يبعت للقلب يقول له اهدى اهدى. بس الحقيقه البلاد فيسل عارفه ان المخ بيحب القلب وبيغير عليه،
وما يحبش حد يتكلم مع القلب كده مباشرة، يحس بالغيرة يعني. فهي بتبعت له في 9، يوم القلب يبعت للمخ في 10 باسوي تاني عشان خاطر البلاد فيسل ما يرجع للقلب. فمن راديو البلاد فيسل يبعت في 9، يوم المخ يبعت في 10، القلب يقول له. طب افرض اللي الدم بقى قليل، الدم بقى قليل، يقوم البارو ريسبتور ما تتشدش، يقوم الانهبيتوري سيجنال اللي راحها في 9 تقل، الصواب بتاع الارتري يقل، يقوم القلب ما حدش يلمه، يقوم يحصل تاكي كارديا، والتاكي كارديا تزود الكارديا اوت بوت وزلمه. ام اوتوماتيك اول ما الواحد ينزف شويه يحصل تاكي كارديا، تاكي كارديا دي وزين ليميت تزود الكارديك اوتبوت، لان الكارديك اوتبوت هو الهارت ريت في الاستروك فوليوم، وبالتالي يعني هيزيد الكارديك اوتبوت وزين ليميت. فاهمين على هذا؟ لا جميل. احيانا البارو ريسبتور دي مش بتحرك القلب، تخلي القلب ريليز دي بس، لا وبتفاير السمباثيك نيرفس سيستم. يعني البارو ريسبتور دي لما الانهبيتوري سيجنالز بتاعتها بتقل، ده هيعمل تاكيكارديا ويستيميليت السمباثيك نيرفس سيستم. يوم السمباثيك نيرفس سيستم يعمل فازو كونستريكشن للفينز، يقوم الدم اللي في الفينز يطلع السيركيليشن، يعني المخزون بتاع الدم يطلع في السيركيليشن. فاهمين على ده؟ وكمان يعمل فازو كونستريكشن للارتريز، فيزود البريفرال ريزيستنس ويسحب الدم من الحاجات الالفا اللي مش مهمه، اللي هي الجي اي تي والجلد والسكين، لان في وقت الاستريس انت مش هتقعد تاكل يعني، ويودي الدم للقلب للكوروناري اللي هو البيتا ريسبتور اللي هو مهم في الاستريس. فاهمين رد؟ فيعمل حاجه اسمها ريديستريبيوشن اوف بلاد، يعمل حاجه اسمها ريديستريبيوشن اوف بلاد، يعني يسحب الدم من الاماكن الاقل اهميه زي الجلد والجي اي تي، ويودي الدم للاماكن الاكثر اهميه زي القلب. حين الريديستريبيوشن اوف بلاد ده مهم جدا، لدرجه ان 700 ام ال بلاد لوس سانكيو ولا حاجه، الجسم يعوضه. 700 ام ال بلاد لوس سانكيو، الجسم يعوضه بفضل الريديستريبيوشن اوف بلاد. فاهمين على ده؟ فهو البارو ريسبتور دي لما الدم اللي رايح عليها بيقل ما بتتشدش، فتفقد الانهبيتوري سيجنالز، يبدا يحصل تاكي كارديا، فده يزود الكارديا اوتبوت، السمباثيك نيرفس سيستم تشتغل، فالسمباثيك نيرفس سيستم لما بتشتغل بتفاير البيتا ريسبتور، فده بيزود الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت برضه، ويعمل فازو كونستريكشن للفينز، فالفينز يرمي الدم اللي هو محوشه السيركيليشن، ويعمل فازو كونستريكشن في الارتريز في الحتت اللي فيها الفا ريسبتور، وفازو دايلاتيشن في الحتت اللي فيها بيتا ريسبتور. وده مهم قوي عشان القلب لما يدق كتير يلاقي دم كتير واي تي بي كتير، يلاقي دم كتير يخدم عليه، والدم الكتير ده يديله اكسجين واي تي بي عشان يعرف يشتغل، عشان يعرف يدق، عشان يعرف يدق. فاكرين فاهمين على هذا النرف؟ تعالوا نشوف كده النرف. يقول لك الجسم اول حاجه بيحاول يعملها وقف الدم، فيعمل فازو كونستريكشن وبليتلت بلاج وفايبرين نتورك ويوقف الدم. لا قصه بقى اللي انتم خلاص. الفيسل اف ذا فيسل از كومبليتلي ترانسكتد، الدم اسهل انه يقف عن السايد تير. طبعا دي خدناها في الفاسكولار، انما الكومبليت تير بيحصل فازو كونستريكشن للانز، فالدم يقف اكتر من البارشال تير، لان البارشال تير
لما بيحصل في بعض الاعضاء ساعات الجرح يفتح، لكن الكومبليت تير الدم يقف فيه اكتر. الحته دي اولاد فاكرينها من الباسكولار، ان الكومبليت تير يعمل بليدنج اقل من البارشال تير، فاكرينها في الارتيريال انجري في الباسكولار، مظبوط. والحته دي انا لسه قايلها ان التروماتيك سهل التحكم فيه عن الباثولوجيكال كيس، لان الفايبرس تيشو بتمنع الريكويل، لان الفايبرس تيشو بتمنع الريكويل. ولذلك اعتقد ان السلايد ده سهل. نيورونال فاكتور بيقلل الاستيميليشن اوف بارو ريسبتور في الاورتيك ارش والكاروتيد، فيقلل الانهبيتور ستيمولس للهارت. الانهبيتور ستيمولس ده ولاد راح في الجلاسوفارينج، يعني راح في 9. وبعدين او الرسايل يعني راح للمخ في 9، يقوم القلب يبعت في 10 للقلب، يقوم المخ يبعت في 10 للقلب يقول له اهدى. فاهمين يا ولاد؟ لما البارو ريسبتور بتقل الاستيميليشن بتاعها الانهبيتوري سيجنالز بتقل، فده بيعمل تكاردي، ده بيعمل تكاردي. طبعا ده بيعمل وبيحصل ديستشارج للبازو موتور سنتر والسيمباثيك ستيميليشن، فالفينز تنقبض، فالدم اللي في الفينز تروح السيركيليشن والارتريول تنقبض، فيزود البريفرال ريزيستنس. بمين اللي بينقبض؟ السكين والسبلانكينيك اريا. السبلانكينيك اريا دي للجي اي تي، السكين والسبلانكينيك اريا ده جي اي تي، لكن القلب بيتا ريسبتور، فالقلب بيحصل فيه فازو دايلاتيشن وبيزود السترينث بتاع القلب، لان القلب بيتا ريسبتور، فبيبقى ليه بوستف كرونوتروبيك افكت وبوستف كونتراكتيليتي. يعني الهارت ريت والكونتراكتيليتي الاثنين يزيدوا بتاع القلب، الهارت ريت والكونتراكتيليتي الاثنين يزيدوا. ايه اخبار هذا السلايدر؟ في حد تاني غير لينا ولاد فهمه؟ في حد تاني غير لينا فهم هذا السلايد؟ كويس، يرد. حلو حلو تمام. الحمد لله. تعالوا نشوف بقى ايه الاندوكراين ريسبونس. الحقيقه الكينج بتاع الهرمونات يا ولاد في الاستريس هو كاتيكولامين، هو ده الكينج. ايه سر قوته؟ ان ليه ايدتين، ايد بتفاير الالفا ريسبتور وايد بتفاير البيتا ريسبتور. يفاير الالفا يعمل فازو كونستريكشن، يفاير البيتا يعمل فازو دايلاتيشن. السؤال الجاي، طب وحواليه ايه؟ حواليه وزرة بقى كده. يعني مثلا هنا مثلا الكورتيزون ده مثلا وزير الدفاع مثلا، وعليه مقصات اهو، مقصات بقى وعفاريت وكده. ده كل ما هيجي يعمل فايرنج للالفا ريسبتور يقول له عنك يا معلمي، ويلمع له الالفا ريسبتور. وبعدين هنا بقى وزير الداخليه، يعني هنا وزير الداخلية وزير الأقوى دي هو مقصات، هو كمان يعني هو ما خدش مقصات ليه. وبعدين ده بقى ايه، كل ما الادرينالين يجي فاير البيتا ريسبتور يقول له عنك يا معلمي، ويلمع له الايه البيتا ريسبتور. من العلاج يعني، ودول حقيقة اهم اتنين وزراء. هو في هم من وزير الدفاع وزير الداخليه؟ ما هو الحكم كله كده ولا لا؟ فوزير الدفاع بيلمع الالفا ريسبتور،
وزير الداخليه بيلمع بيتر سيرتون. فاهمين الان؟ عارفين احنا خدنا الحكايه دي في الثايروكسين. الثايروكسين بيزود حساسيه الانسجه للسيركيليتنج كاتيكولامين مينلي البيتا ريسبتور. خدت الحكايه دي في الثايروتوكسيكوزيس. الثايروتوكسيكوزيس بيزود حساسيه الانسجه للسيركيليتنج كاتيكولامين مينلي البيتا ريسبتور. كورتيزون بيزود الفايرنج بتاع الالفا ريسبتور يعني. وبعدين في شويه وزراء هنا كده يعني مثلا في جلوكاجون مثلا. شفت وزراء بقى ما لهمش لازمه كده لما مثلا ده وزير الاستثمار وظيفته ايه؟ يسيح السكر ويديل المخ يعني ينقي اي حاجه كده في الجسم، ياخد عضله ياخد اي حاجه يسيحها ويحولها سكر ويديها للجسم ويقول له يا باشا الاستثمارات عندنا على اعلى ما يكون والبلد ان شاء الله داخله على رخاء، اوعى وشك اوعى وشك، بص دمرت السكر اللي جاي لك ده. فاهمين على قد؟ فالجلوكاجون ده بيسيح السكر، يعمل جلايكوجينوليسيز وجلوكونيوجينيسيز وبتاع، ويسيح السكر ويدي المخ. مثلا في مثلا وزير التعليم بقى، وزير الصحة مثلا يعني وزير اي حاجه اللي هو الوزراء بقى زي ما انتم فاهمين يعني ما فيش يوم لازمه يعني. مثلا في ثلاثه بيشتغلوا على الكيدني، الالدوسترون والانتي دايريتيك هرمون والرينين. الالدوسترون والانتي دايريتيك هرمون والرينين. تعالوا نشوف كده الحته بتاعت الكلى دي. يعني مثلا ناخد الرينين مثلا. انتوا معايا يا ولاد ولا لا؟ طبعا يعني اللي انا هشرحه بقى رينين وبتاع يعني عيب بقى اكيد الدكتور الهواري قتلكم في الحتة دي يعني اكيد انتوا في البطنه ما لكوش حل يعني. فمثلا الرينين انتوا عارفين بقى دي البومن كبسول كده ودي البروكسيمال كونفليوتد تيبيول واللوب اوف هيلي وبعدين الديستال كونفليوتد تيبيول وبعدين الكولكتنج داكت وبعدين ده الافرنت ارتريول وده الافرنت ارتريول وهنا دي الكابيلاريز. وبعدين كدني فظيعه، كدني دي جميله يعني كل اورجان يعني مثلا لو في اورجان ايه مثلا يعني اورجان ايه فالايه ده يخش الشريان الايه ياكل ويخرج في الوريد يعني ده يخش الشريان دم حلو يطلع من الوريد دم وحش الا الكدني، الكدني يخشها دم وحش يطلع دم جميل. اتفضل حاجة جميلة الحقيقة، حاجة جميلة. وهي برضو لو تاخدوا بالكم البومن كبسول دي شبه المبولة، تحسوا إن الدم داخل يتبول ويطلع. يعني لو ليكوا كده رؤية كاريكاتيرية للحاجة تلاقوا إن الدم داخل يتبول ويطلع. وبعدين ايه وهو جوه الحمام حاطط له كاميرات هنا بين الافرنت والافرنت او الايز او الايز الخلايا المجاوره للجلوميرولاس الخلايا المجاوره للجوكستا جلوميرولار ابريتس جوكستا جلوميرولار ابريتس قاعد مراقب بقى الدم اللي داخل من الافرنت والدم اللي خارج من الافرنت مراقب الكمية ومراقب الصوديوم اللي موجود ومراقب البوتاسيوم كمية الدم والصوديوم والبوتاسيوم قاعد مراقبهم. ده
فلو لقى كمية الدم قليلة أو الصوديوم قليل يقوم مطلع حاجة اسمها رينين. الرينين ده بياخد حاجة اسمها ماشي في الدم، الرينين ده ماشي في الدم، فبيلاقي حاجة اسمها أنجيوتنسينوجين. ده بيتعمل الليفر اللي عامله، الليفر اللي عامله يقوم يحوله لأنجيوتنسين 1. يعني الرينين ده يحول الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 ماشي في البلاد فيسل، في الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسل في انزيم اسمه كونفرتنج انزيم، يقوم محول انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. هو موجود في كل البلاد فيسل بس يمكن اكتر في اللنج، عشان كده دايما بتوع الفسيولوجي اكيد على حكايه اللنج، بس هو موجود في كل الفيسل. فالانجيوتنسين 2 ده يروح يعمل فيدباك انهيبيشن للرينين، وبعدين يروح يعمل استيميليشن للادرينال جلاند تطلع الدوسترون، فالالدوسترون يروح يشتغل على الديستال كونجليوتد تيوب يخليها تشد الصوديوم وتطلع بوتاسيوم، تطلع بوتاسيوم بقى تطلع هيدروجين تطلع زروفين. فالالدوسترون يخلي الديستال كونجليوتد تيوب تشد الصوديوم وتطلع البوتاسيوم عشان تحافظ على الصوديوم. طب هي بتحافظ على الصوديوم، مين اللي قال لها؟ جوكستا جلوميرال سيل قالت لها عن طريق ايه؟ عن طريق الرينين، الرينين اللي طلع الالدوسترون. عارفه الكلام ده انتوا عارفينه ولا لا؟ حلو، يعني انتوا تسمعوا عن حاجه اسمها رينين، وان الرينين ده بيطلع من جوكستا جلوميرا اباريتاس اللي هي الخلايا اللي جنب الجلوميريلاي، وان الرينين ده يطلع لو كميات الدم اللي داخله الكلى قليله او الصوديوم قليل او البوتاسيوم كتير يطلع الرينين، فالرينين بقى يتحول انجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1، وانجيوتنسين 1 يتحول الى انجيوتنسين 2 كونفرتنج انزيم، والالدوسترون يطلع فيخلي ديستال كونفليوتد تيبيول تشد الصوديوم وتطلع بوتاسيوم. فده مثلا قصه الرينين. حاجه من ده مهم جدا، يعني الرينين ممكن مثلا يتاخر شويه في الاكشن بتاعه. يعني الرينين ممكن يتاخر شويه في الاكشن بتاعه، بس طبعا فيري بوتنت فازو كونستريكتور. فيري بوتنت يعني. مثلا احنا قلنا الرينين والالدسترون، الالدسترون بيشتغل على الديستال كونفليوتد تيبيول يخليها تشد صوديوم وتطلع ايه؟ بوتاسيوم. هتبقى الديستال كونفليوتد تيبيول هي داخله على الكولكتنج داكت كده، فيها خروم بيقولوا عليها في الكولكتنج داكت اسمها اكوا بور. اكوا يعني ميه، بور يعني خروم. الخروم دي مقفوله، الخروم دي مقفوله، وبعدين لما العيان يحصل له فوليوم ديمينيوشن فاهمني يطلع الانتي دايركت هرمون، يقوم رايح فاتح الاكوابور، يفتح الاكوابور يقوم الميه خارجه من كولكتنج داكت، فيحافظ على الميه بتاعت الجسم، والالدوسترون يحافظ على ماء وملح. يعني الانتي دايريتيك هرمون يحافظ على الميه، والالدوسترون يحافظ على الميه والملح. فاهمين على الالدوسترون بيشتغل على الديستال كونفليوتد تيبيول، الانتي دايريتيك هرمون بيشتغل على الكولكتنج داكت اخر حته في الديستال كونفليوتد، يعني الاكوا بور في اخر حته في الديستال كونفليوتد تيبيول بالكولكتنج داكت. من الاخر احنا بنقول دايما ان الكينج هو الادرينالين، وان سر قوته ان هو بيشتغل على الالفا ريسبتور وبيشتغل على البيتا ريسبتور، والحركه دي بتعمل ريديستريبيوشن اوف بلاد، والريديستريبيوشن اوف بلاد ده يخلي الجسم يفقد لغايه 700 ام ال بلاد. ثانك يو ولا اي حاجه. طب مين بيلمع له الالفا ريسبتور؟ وزير الدفاع كورتيزول. ومين بيلمع له البيتا ريسبتور؟ وزير الداخليه سيروكس.
الحقيقه ان الثيروكسين بيجي متاخر شويه. يعني الثيروكسين من ضمن الهرمونات اللي هي مش منضبطه قوي، بتيجي متاخر، واعتقد ممكن المخ ينحيه ويحط واحد غيره يعني. فالثيروكسين بيجي متاخر شويه عن الكورتيزون. في بقى بقيه الوزراء هنا اللي هم ايه زي ما انتم فاهمين بقى، فاهمني؟ الجلوكاجون والرينين والالدوسترون والانتي دايريتك هرمون فاهمين على الحقيقه ان التابلو ده في طبعا في حاجات تانية يعني، في مثلا جروث هرمون يعني الحاجات دي ولاد شويه الهرمونات دي فيها مشكله، شويه الهرمونات دي فيها مشكله يعني. بس ممكن نتكلم عن الكاتيكولامين اللي هو طالع من ادرينال مظله، يزود الهارت ريت ويزود الميكارديال كونتراكتيليتي ويعمل فازو كونستريكشن في السكين والبسرة، لكن فازو دايلاتيشن في القلب. نتكلم عن الكورتيزون والجلوكاجون اللي بيعملوا هايبر جلايسيميا، يعني الكورتيزون يعمل هايبر جلايسيميا والجروث هرمون يعمل هايبر جلايسيميا والجلوكاجون يعمل هايبر جلايسيميا. والحقيقه الهايبر جلايسيميا دي مهمه قوي عشان المخ ياكل. الحقيقه ان المخ ما بياكلش الا سكر وما بيحرقش الا اكسجين، عشان كده يا اولاد السكر مهم قوي للمخ، السكر مهم قوي للمخ. والسكر بيزود الاوزمولاريتي هنا وهنا، فيسحب الميه من الخلايا برضه، يعني بيزود الاوزمولاريتي في البلاد فيسل والانترستيشال فلويد، فيسحب الدم برضه من الخلايا، يسحب الفلويد من الخلايا. فاهمين على ده؟ الرينين والالدوسترون سيستم والانجيوتينسين 2 از باورفول فازو كونستريكتور، وطبعا بيطلع الدوسترون وهو بنفسه يستيميليت الصوديوم ابزوربشن من البروكسيمال من ديستال كونفيكت بيرو، بيساعد على طلوع الالدوسترون، بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن بدايركت افكت على الكدني، دايركت افكت وان دايركت ثرو الالدوسترون. يعني الرينين ده بيخلي الكلاوي تشد الصوديوم والميه بنفسه، وكمان ان دايركتلي عن طريق الالدوسترون. والفازو بريسن اللي هو بيشفط الميه من الديستال كونفيكت تيبيول، وبالهاي دوز يعمل فازو كونستريكشن، عشان كده اسمه الثاني فازو بريسن. يعني انتي دايركتيك هرمون ده اسمه الثاني فازو بريسن، عشان بهاي دوز ممكن يعمل فازو ايه كونستريكشن. كفايه كده اولاد النهارده. كده النهارده هرجع اثبت على الحدوته تاني واقفل السلايدز بتاعت الاندوكراين ريسبونس، واخش على الحته بتاعت الكابيلاري لانها برضه صعبه شويه، وبعدين يبقى الباص فيسيولوجي ده هو اصعب حته في الباب كله، تبقى خلصت ان شاء الله. حد عايز يسالني على حاجه؟ لا في حد تاني ولا في حد عايز يسألني على حاجة ولا؟ ندى بتقولي هو احنا احنا ايه؟ لو عايزين نسأل في الامتحان، الامتحان هيبقى له سيشن، يعني الامتحان هيبقى له سيشن للدسكشن، يعني هنطلع لكم فيها الأسئلة اللي انتوا حلتوها غلط بنسبة كبيرة، فاهمني؟ والامتحان هيبقى فيه سيشن ديسكشن، ما تقلقيش يعني. في اسئله تانية غير حكايه الامتحان، الامتحان هيبقى فيه سيشن ديسكشن ان شاء الله. حد عايز يسال على حاجه تانية ولا؟
احنا عايزين نراجع الاسئله لان في حاجات مختلفين عليها. حاضر حاضر والله والله يا عبد الرحمن. هو انت ادي عبد الرحمن، مش انت اللي كنت بتقعد تنقرني طول السنه، ولا انا نسيت عبد الرحمن ايه؟ ولا انت هادي كده؟ واحد تاني هادي. عبد الرحمن التاني بيحضر على السايت؟ طب بسلم لي عليه، يقول له ان انا مفتقد النقر بتاعه يعني. ام اس كيو بس. والله يا منار السنة اللي فاتت كان الوضع كده، السنة دي ايه معرفش. يعني انتوا عندكم كل سنة في بق، يعني كل سنة في بق جديد. احنا بنذاكر وبعدين هما في اخر السنة يقولوا لنا هيعملوا ايه. يعني احنا بنذاكر بعدين اخر السنة يقولوا لنا هم هيعملوا ايه. يعني مثلا كان الوضع ان في ورقة اولى وورقة تانية، يعني كتاب القصر العيني بارت 1 ورقة اولى، كتاب القصر العيني بارت 2 ورقة تانية، والورقة التالتة كلها ام اس كيو عن المنهج كله. لكن بقالهم سنتين ماشيين بمبدأ تاني، ان السبيشالات هي ورقة ام اس كيو والباقي ورقة أولى ورقة تانية كيسز وريتن. هيغيروا النظام السنة دي تاني ولا مش هيغيروا؟ ما أعرفش، لا أنا أعرف ولا أنت تعرف. هو رئيس القسم بيجي فجأة كده يقول أي حاجة، والحاجة اللي يقولها هتتعمل. فاهماني؟ فأنت ما حدش ليه دعوة، ما حدش ليه دعوة. إحنا دلوقتي ما بنتكلمش في الامتحان، ما بنتكلمش في امتحان آخر السنة، إحنا دلوقتي بنذاكر بس. نذاكر ونحل وبس. هبدأ أنزل لكم يا أولاد على السايت كيسز محلولة. هبدأ أنزل لكم على السايت إن شاء الله كمان كيسز محلولة. لو في سؤال قلقك ابعته لمحمود أو لعمر. ابعته لعمر. لو في سؤال مضايقك ابعته لعمر هو هيراجعه. لو في سؤال في الكيو بنك قلقك ابعته لعمر هو هيراجعه معاك. ماشي يا عبد الرحمن فهمتني؟ او ابعته لمحمود وقول له ابعته لعمر، صوره صوره وابعته لمحمود وقول له ابعته لعمر. نراجعه لو غلط، لو غلط انا هقول ما تقلقش. يعني اسئله اعتقد ان يبقى فيها نسبه قليله قوي يعني. ايه الاخبار يا اولاد؟ في حد عايز يسالني على حاجه تاني؟ نسمع نعيما. نعيما يا اولاد.